حسن اللي صعد في البلاعة. أنا قاعد في الزقازيق في قسم الإشارة شارع أبو نضارة. أنا ما كنتش موجود، أنا الناس خبطت عليا وقالت لي إن ابنك وقع في البيارة، فقعد فترة كبيرة طبعا تحت، والناس اتلمت والناس طلعته، وفي ناس جريت معايا، وأنا طبعا الولد كان طالع في حالة صعبة جدا، جرينا بيه على المستشفى ورجعنا ودينا للدكاترة بره ودينا مستشفى التيسير. وطبعا انا ما كنتش فاضي ان انا اروح اعمل محضر، لكن النيابة العامة مشكورا هي قامت باللازم وجابت حق ابني، ولسه ما زالت بتحقق وبتجيب حق ابني، وهو الولد الحمد لله الحمد لله ان ربنا كتب له عمر جديد. والبيارة ديت عمقها اكتر من 7 8 متر، عمقها اكتر من 7 8 متر، والجيران كلها موجودة، والشارع بقاله 9 شهور ما اترصفش، بيشتغلوا فيه، بلاعات بتتفتح كل يوم، أكتر من 22 بلاعة بيتفتحوا وبيتقفلوا لحد، يعني كان لازم يحصل مصيبة علشان الشارع يخلص. وبقدرة قادر في يوم وليلة الشارع اتسفلت ما شاء الله، بقى الشكل اتغير، كان لازم تحصل كارثة علشان نهتم. أنا بشكر كل البني آدمين وكل الناس اللي وقفت جنبي، بشكر الناس الغريبة اللي ما تعرفنيش اللي جريت معايا في المستشفيات، بشكر كل النيابة، بشكر النائب العام والمحامي العام، وبشكر وكلاء النيابة، وبشكر الشرطة اللي وقفت جنبي، بشكر سيادة المستشار سيادة الوزير المحافظ الشرقية اللي شرفني في بيتي وزار ابني واطمن عليه. وانا ما عنديش، انا ما شفتش ابني وهو جوه البلاعة، الناس هي اللي طلعته، وغلط جنبنا هو اللي نزل مشكورا، ضحى بنفسه علشان يطلعه. هو ده الموضوع كله، هو ده اللي انا اعرفه عن الموضوع كله. انا كل اللي يهمني ان ابني يقوم بالسلام. انا طالع من بيتي على الشارع لقيت لمة، طلعت اجري على اللمة، في يا جماعة ببص لقيت طفل مرمي في البلاعة، ببص للطفل بيقول لي انا هموت يا عم ابراهيم. تمام، كنت نازل البيار في حديد طالع مسكت فيه، مديت للطفل رجلي مسك في رجليا، من الميه اللي كانت في الطفل اتزحلق وقع، فلما وقع انا نطيت سبت نفسي، الطفل بتشفط وانا ما بتشفط، ميه في طينه، ميه وطينه، الطينه دي بتشفطني انا والطفل ده، حسن عبد الله. تمام، فانا مسكت حسن بايديا، والجماعه اللي حوالين مننا اللي كانوا واقفين، الناس اللي كانت واقفه محدش نزل جاب العين. تمام، انا مسكت الطفل حتى جاي في الكاميرا محل السباك لما دخلوا جابوا الحبل ودلدلهولنا، ومسكت العيل وطلعت بيه، ودوا العيل مستشفى العام الزقازيق، وانا وقعدت ما قدرتش امسك اعصابه، ولغايه دلوقتي انا منهار مش قادر امسك اعصابه. ده اللي حصل. قعدت وقت قد ايه في 10 دقايق، 10 دقايق واحنا تحت والعيل شرب ميه. احنا بنزور واحد صاحبنا هنا في الشارع، انا وصاحبي احمد حسين، وبعد كده بنبص واحنا كنا واقفين بنقول كل نوع عيل وقع في البياره، وطبعا العياره كانت مفتوحه والغطا جنبها ما كانش حواليها اي حواجز ولا اي طوب ولا اي شيء خالص يسكر. فعلى ما نزلنا جري كان طبعا الاهالي طلعوه، رحنا واخدينه طبعا، ابوه كان نزل خدناه وطلعنا بيه على المستشفى. طبعا كنا قلنا لوالده اللي هو يعمل محضر، بس ما كانش فينا وقت نهائي نهائي خالص، وطبعا والده كان منهار جدا. احنا شفنا الواقعه من البيت، لما نزلنا طبعا جري على الشارع، طبعا كان هو طالع طبعا في مجاري، طالع طبعا متبهدل نهائي خالص، لما طلعنا من المستشفى لقيناه بيرجع سواد من بقه وكده، ده اللي قلقنا عليه اكتر يعني. لحد وقتنا هذا الحاله بتاعته مش مستقره طبعا، ده انه كام يوم، اول كام يوم فاقد الوعي كل شويه، ينام صاحب العافيه تبع حسن ابوه يقول له اتكلم معايا، بيعيط مش فاكر اللي حصل، شويه يفتكر وشويه ما يفتكرش، الذاكره بتاعته طبعا مش متوازنه خالص نهائي. 8 دقايق ال 10 دقايق اللي كان واقع فيه في البياره لحد ما طلع، لان طبعا اللي نزل يطلعه طبعا طلعوا مره وفلت منه، بعد كده راح جابوا تاني لحد ما طلعوا، الناس طبعا ملمومه والضغط على ما جابوا الحبل والبتاع، فده انه فتره، وهو ده اللي دلها يعني. كل شويه كانوا حتى في المستشفيات يسالونا على الفتره اللي ده المتاح، واحنا يا جماعه من 8 دقائق ل 10 دقائق تقريبا، لان طبعا مش هنذكر الوقت بالتفصيل، فالدكتور يعمل تحاليل تانيه ونوديه لدكتور تاني يطلب تحاليل تانيه، نوديه مستشفى غير المستشفى اللي في الاولانيه يطلب تحاليل تانيه،
ومن هنا لهنا يعني، حتى لما رحنا رئيس المباحث يا جماعه ما مش محضر ليه؟ قلت له يا باشا احنا مش فاضيين ناكل نجيب ابوه ونعمل بيه محضر خالص، والنيابه قدرت ده عشان كده اهتم بالموضوع على اكمل وجه يعني. البارات اللي في الشارع كلها كانت مفتوحه، وحضرتك لو تتابعت النت هتلاقي في ناس كتير اشتكت من الشارع من كتر البيارات المفتوحه فيه، يعني واحده قالت بتقع فيه، وفي عربيه كرة قبل كده راحت مزنوقه فيه، وتوك توك طبعا ده يعتبر شارع رئيسي في الزقازيق، لما يبقى بالمنظر ده وبعد الواقعه على طول يتم رصفه، طب ازاي؟ طب ما رصفتوش ليه من 9 اشهر؟ لازم كانت تحصل كارثه فيه.